حطيت ايدي في وسطي قال لي شيلي ايدك من وسطك، حطيتها على خدي حطها فين دلوقتي. سيبك بس ده جعفر ده حاله خاصه يا حبيبي، ده حاله خاصه، انت بتشوف هو بيعمل عبايه كده عامل ازاي. تي 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 يا بقول لك ايه، انا لسه مطلقه الراجل ومتجوزه واحد تاني ومش جاهزه، مش هعملها تاني في حياتي. جوري بكر حققت نجاح كبير في مسلسل جعفر العمدة من أول ظهورها، وجالها إنشادات كتير وجالها انتقادات كتير، وكنا عايزين نعرف رأيها في بعض الانتقادات. عايزة أقول لكم إن أنا بجد مبسوطة منكم جدا، ومبسوطة من تعليقاتكم الجميلة اللي مبهدلاني على السوشيال ميديا. وبعدين يا إخوانا بالراحة عليا واحدة واحدة، يعني أنا ما روحتش دبحت راجل وطلعت عليه سكاكين، أنا كل اللي خدته 5 مليون عشان أفتح بيوتي سنتر، وفي الاخر ما كفوش، وربنا يستر بقى على اللي هيحصل في الباقي. بس مبسوطه منكم جدا والله، وعجبني ان جعفر متجوز 4 وانا بالـ4 يا جماعه. انا للاسف الشديد اليومين اللي فاتوا دول كانت بتجيلي مسجات، والنهارده عايزه اقول لك كانت جاتلي لما الموبايل بتاعي اتفتح انا كانت بتجيلي شتايم قذره، ويا ريت اللي بيشتمني بيشتم بجوري، بيشتم بوداد، بيقول لي يا جوري انت دي زي يا تي 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 تي. والناس ولاقي مثلا الناس اعرفهم يا شيخه ربنا ينتقم منك يا جوري، حرام عليكي، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي. فالتلطيش كلام ده بيوجعني. بس ده نجاح ان انت استفزيتي مثلا. حلو ان انا انجح، بس طب ليه في كلام بيوجع. انت مؤذيه، ايه ده انت قادره، ده انت بس فكره ربنا ينتقم منك، ده انت قذره، ده انت رخيصه، ده انت الحاجات دي ان انا اعملها ريشير عندي. ما هو انا برضو عندي اهل وعندي اخوات وعندي ام وعندي جوز وعنده اهله، فلما يفتح كده ويبص صوره مراته مكتوب عليها يا رخيصه يا سفله يا رخيصه يا عيب. بس يا جوري عايزين نعرف كمان راي جوزك في دورك في المسلسل. لا ما قلقش خالص، على فكره هو مبسوط جدا من المسلسل، مبسوط جدا جدا، وعايزه اقول لك ان انا ببقى كل يوم قاعده جنبه ببقى عايزه استفزه واحكي له اللي هيحصل، وبيحلف عليا ما تقوليش حاجه. فخفت مره يتجن عليا فقمت داخله قافله على نفسي البلكونه وقعدت اقول له من جوه حاجه، بس هو ما سمعنيش. بس بجد من كتر ما هو مش مشدود لدوري قوي، يعني هو اكيد يعني غيران، بس هو حابب بجد يعرف. تحس ان انت بجد انا مش عايز دلوقتي اعرف ايه اللي هيحصل، مش عايزه حد يجي يقول لي الاحداث، انا عايزه اكتشفها كل يوم. لا هو مبسوط بالمسلسل، اهلي مبسوطين بيه جدا، اخواتي مبسوطين بيه جدا. وكشفت جوري بكر خلال الندوه عن كواليس تدخل مي عمر لترشيحها لدور وداد. المكالمه جات لي الساعه 12 واحده بالليل، كنت حرفيا داخله انام. استاذ محمد سامي كلمني قال لي جوري انت فاضيه وعندك التزامات الفتره اللي جايه؟ قلت له حضرتك انا لو عندي ايه الفتره اللي جايه انا مع حضرتك في اي حاجه، يلا نروح النار هنروح النار. فقال لي طب اعملي حسابك ان انت معايا في مسلسل جعفر العمده، دور حلو جدا وده دور عمرك. واحب اقولك برضو ان اللي مرشحك للدور لما كنت بقراه مي عمر الجميله، الاستاذه الجميله مي عمر، بحبها جدا، هي اللي قالت له يا سامي انه الدور يليق على جوري. طيب ورايك ايه يا جوري كمان في التعامل مع محمد رمضان للمره الثانيه؟ بص انا يمكن انا اعرف محمد من زمان جدا، 2017 كنت اول مره اقابله، كنت عملت معاه انترفيو. المسلسل ده يمكن كان في فتره من الفترات كنت بشوف محمد مختلف زي ما معظم الناس بتشوفه، بس لما انا عشت معاه احنا كنا عايشين مع بعض، كان بيجي بيقعد معانا في اللوكيشن بناكل وبنشرب وبيربع معانا على الارض وبيقعد على الارض وبيبقى ماشي حافي، وكان دايما يحكي لنا قصص نجاحه، ودايما مش عمره ولا مره بصراحه حسسنا ان هو نجم. هو مره كنا قاعدين في الكواليس فبقول له يا استاذ محمد احنا المفروض نعمل كذا كذا، قال لي استاذ ايه يا بنتي انت بتهزري ولا ايه، ما تقول يا محمد فهمني. بس كبرته عشان في الاساتذه كلهم كانوا موجودين، مدي مساحه لكل الناس اللي موجوده بتمثل، مدي مساحه لكل، عايز اقول لك لكل واحد فينا من الصغير للكبير، بديك مساحه انك تتكلم، ما عندهوش مشكله ان انت تتلخبط، لا عادي. يعني في مشهد اللي هو بتاع الضرب هو كان واقف قدامي الناحيه الثانيه فكان يقول لي بالراحه واتكلمي من هنا واعملي، ساعدني كتير. وحبه لينا واحد واحد، لو تاخد بالك ان احنا كلنا متصورين معاه، كلنا منزلين صور، واخد صورنا وعمل لها شير على الستوري عنده، وداخل عند كل واحد فينا عامل له كومنت. فدي حببتنا في العمل، اللي هو خلتنا احنا لو يعني بنموت لا احنا موجودين وقاعدين معاك وانت موجود وهنصور وهنخلص المسلسل. فبصراحه انا لو في حد سبب في نجاحي ده بعد ربنا استاذ محمد سامي واستاذ محمد رمضان. وحبت جوري خلال الندوه انها تقول رايها في كل ابطال العمل.
انت الحب الحب انت الحب الحب دي يعني نرجس 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 بتعه بتاعت الاعمال يخرب بيت. لا منى فضالي على المستوى الشخصي انا اعرفها من زمان قبل ما نعمل المسلسل ده مع بعض, بس من الناس الجميله يعني. كفايه ان مفيش مره نزلت عندها الاوضه ما لقيتهاش جايبه لي اكل, على طول بقى على طول بقى سندوتش. ما اعرفش الاكل اللي هي بتاكله كميه الاكل بتاع كل ده بتروح فين يعني. كريمه وجميله و وبشوشه كده, وهي تقريبا كانت بونبونية المسلسل, بتضحكنا بطريقه رهيبه. ماي كساب دي ست الكل كده, تحسها ان هي انا مش عايزه اكبرها بس تحسها كده بتحتوينا كده, تحس انت عايز تجري عليها تحضنها الزوجه الاولى يعني. بجد والله تحس ان انت عايز تروح تجري عليها تطبطب عليها يعني. كان نفسي اكون انا يعني على الاقل ليا مشاهد معاها, مثلا ان انا بطبطب عليها, مثلا ان انا واقفه جنبها لما اتطلقت. روحها حلوه كده طيبه تدخل القلب. لا دي ده الكيوت بتاعنا, ده القمر بتاعنا, ده اللي تحس اللي هي ايه ملكة جمال المسلسل, عارف الشعر الاصفر والحلاوة والحاجات اللي هي بتلبسها دي, اللي هي ستي كيلوس الكيلوس اللي في المسلسل. زينة هادية كده وجميلة ولطيفة, وكنت تسمع لها حس في اللوكيشن, هي كانت بتيجي تعمل مشهد وفجأة بتختفي, بس هي جميلة جدا. دودو لزلوزة برضو يعني, كانت بتستفزني ساعات ومالها الورطة يعني ومالها مش عارفة ايه, فكانت في مشاهد ما بيني وما بينها كده لطيفه. دودو لطيفه, انا اتعرفت عليها في المسلسل ما اعرفهاش شخصيه, بس هي لذيذه كده دبدوبه كده زغنطوطه في حالها. ده حبيب قلبي حبيب قلبي. سيبوني اعتذر للراجل استاذ احمد فهيم. يا استاذ احمد فهيم من اجمل وانضف وارقى الناس, صوم جميل برضو, ناس من شخصيات المحترمه جدا. في حد تاني بقى داش حبيبي, ده بقى ده الكيوت القمر بتاع المسلسل, بس انا ما قابلتوش ولا مره, هي مره واحده بس واختفى. منذر كان بيطلع عيني علشان اللغه. كنا بنعيد في البلكونه. ايه ده يعني, كنت برقص لزوجي وطليقي. ده حبيب قلبي, ده انا تعرفت على شخصيه زي القمر يعني, استاذ جميل وشبه خالي الله يرحمه, شخصيه محترمه جدا وجميل جدا. كنت دايما بروح اقول له بقول لك الحقني, ده مش عارفه مين ما بيحبنيش, ده مين مش عارفه ايه, يقول لي مالكيش دعوه انت بس شدي كرسي تعالي اقعدي جنبي. كان جميل جدا, كان بيعزني جدا وانبسطنا جدا مع بعض في المسلسل.